لملم جناحك يطير نوحك ده بكاني، وفتح لي باب اللي راح دمعي واحزاني. توجع تطير، توجع تطير، ترجع تطير تاني، يمكن في يوم السما تكفل ببان الوجع والحزن ينساني، وجناحي ده اللي انكسر يرجع يطير تاني. اشعار الدكتور حسين الشورى. ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل ونواصل علشان نستضيف الاستاذ الدكتور احمد سمير، استشاري العلاج الطبيعي، حول السمنه وعلاقتها بكورونا، حول السمنه وعلاقتها بالسكر، حول التهاب الاعصاب الطرفيه اللي ما بتنيمش العيان طول الليل. ان شاء الله هيكون موضوع هذا الحوار. دكتور احمد سمير اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور، شرفتني. ربنا يخليك. سمنه ام الامراض، وحضرتك طيب طبعا. سمنه ام الامراض، احكي لي عنها. السمنه اولا لازم نبقى عارفين ان هو من اكتر الامراض يعني تأثير على الإنسان، ومن أكترها اللي بتأدي لوفاته كمان، وبتأثر على اللايف ستايل وحياته كلها بشكل عام. طبعا معروف السمنة، تعرفها أن السمنة هي زيادة، معدل زيادة في الدهون، تمام. المعدل دوت الناس بتقيسه بكذا حاجة. الحاجة القديمة اللي هي البادي ماس اندكس، اللي هي معدل كتلة الجسم، وهي علاقة ما بين الطول والوزن. ديت بتبقى ليها درجات، يعني ريت الناس تفهمها كويس او تبقى عارفاها، ان هو لو عمل معدل كتلة الجسم لو كان من 18.5 لحد 25 فده نورمال، لو كان من 25 ل 30 فده نقدر نقول بداية الزيادة، لو كان من 30 ل 35 يبقى ده اوبيستي درجة اولى، ده زيادة في السمنة درجة اولى، لو كان من 35 ل 40 يبقى ده درجه ثانيه، لو كان اوفر ال 40 معدي فده موربيد اوبيزيتي، تمام، وده ساعتها بيحتاج الجراحه. ده كان التقييم اللي العالم كله بيشتغل عليه، وكمان دلوقتي بيشتغلوا بنظام البادي كومبوزيشن اناليزر، ان هو بيحلل مكونات الجسم عشان ما يبقاش الميزان هو الاساس بتاعها، لان الميزان بيقيس كل حاجه في الجسم، اما البادي كومبوزيشن انلايزر فبيحدد نسبه الدهون دي قد ايه، نسبه الميه، نسبه المعادن، كتله العظم، فده المتجه اللي الناس بتتجه عليه. لازم طبعا يا دكتور عارفين ان السمنه بتاثر على الحياه كلها، حياه الانسان بشكل جامد قوي، تمام. منها طبعا زي ما حضرتك بتقول التاثير على كورونا، ان العيان اللي عنده سمنه هو معرض للخطر بالتأثير كورونا عليه اكتر من العيان اللي وزنه بيكون خفيف. منها التأثير على السكر، تمام، ان هي بتعرض المريض او بتعرض الانسان الطبيعي ان هو يبقى عنده مرض السكر واصابته بالتهاب الاعصاب الطرفيه. وبرضو احب اعرف الناس يعني ايه التهاب اعصاب طرفيه، لان ده برضو شيء مهم جدا وبيبقى معظمه مع المرضى اللي بيعانوا من السمن. التهاب اعصاب طرفيه هو واحد من أكتر وأشهر مضاعفات مرض السكر وأكترهم تأثيرا. اللي بيحصل بالظبط إن السكر لما بيعلى أو بينزل عن مستوى الطبيعي أو العيان بيحاول يظبطه، محدش بيظبطه نورمال، عشان خاطر كمان قلة متابعة مع الدكاترة بالذات مع مرض السكر، بيتعالجوا مع أي حد، تمام، أي حد بيتكلم طب خد دواء كذا ده هينزلك السكر، وده طبعا شيء خطأ تمام. بيؤدي بقى ان نسبة السوربيتول بتكتر. السوربيتول ده مادة بتلزق في جدار الأوعية الدموية، فبتقلل وتضعف الدورة الدموية اللي واصلة للأطراف، سواء واصلة للرجلين الاتنين أو الإيدين الاتنين، على شكل شراب في رجلي الاتنين، دي المنطقة اللي السكر بيأثر فيها، أو إيدي الاتنين على شكل جوانتي. بيبتدي ان العصب يتأثر. العصب ده يا جماعة شايل إحساس وشايل حركة. بيبتدي الإحساس يتأثر، إن العيان أول لما يبتدي بوجع. الوجع ده هيجي على أي شكل، شكشكة، كهربا، لسع، برودة، سخونة، يبقى هو رجليه متلجة وهو جسمه دافي أو عادي، رجليه مولعة نار وهو متلج، تمام. بعديها بتبقى مرحلة أسوأ، تنمل، تتقل، تورم، اوكي.
وبعدها يبتدي يفقد الإحساس إن العصب يبتدي إن هو من كتر الألم يبتدي إن هو يعمل إجنورانس، يعمل إهمال للألم ده، يبتدي يفقد الإحساس. طبعا هنا أخطر وقت إن العيان لو فقد الإحساس هو طبعا بيرتاح، لكنه بقى مش واخد باله من رجله مثلا، إنه لو لبس شوز ضيق اتعور، تأثير المية بتاعت الوضوء تعوره ما بين صوابعه، أصبح جرح، جرح طبعا بقت قدم سكان. استأذنك معانا اتصال بس، نجلاء من البحيرة. السلام عليكم أستاذة نجلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. اتفضلي يا أستاذة نجلاء. أنا دلوقتي عندي ذئبة حمراء وبنعاني منها، وعن وجسمي بيتكسر ومش قادر نقوم من النوم، عايزه انام على طول. ايوه هو الخط بيقطع. يا ريت حضرتك توطي التلفزيون خالص وتسمعينا من التليفون. اتفضلي انا معاك. انت قلتي ذئبه حمراء وبعد كده الخط. اتفضلي. جاتلي جلطه في رجليا ودخلت في مريفان ومشاكل. وزني مش تخين. طب وزننا كام وطولنا كام عشان الدكتور احمد سمير برضو يتابع معاكي؟ مش عارفه، انا وزني كان يعني 95. والطول؟ ده طول طويله بس مش عارفه الطول قد ايه. انت بتتكلمي منين حضرتك؟ من البحيره. ده منهور؟ ايوه. ولا ايتاي البارود؟ لا من دمنهوره، دمنهور ذات نفسها، من البحيره، من محافظه البحيره ذات نفسها. عند جامع التوبه كده والحته دي، لان انا كان عندي عياده في البحيره. عندي جرابين كده. طيب احسن ناس. اتفضلي معاك دكتور احمد. دكتور احمد في حاله زي دي واحنا بنحكي بنقول انها عندها ذؤبه. طبعا انا بشكرك جدا ويا ريت تتابعي الاجابه مع الدكتور احمد. عندها ذؤبه حمراء وبعدين احنا بنتكلم في جلطات في الدم حصلت، خدت الماريفان علشان موضوع الجلطات لا تتكرر، وهي بتحكي دلوقتي في الجانب اللي يخصنا في الحلقه، طبعا مش الماريفان ومش الجلطات، لكن السمنه. السمنه لانها لو قلت طبعا حاجات كتير هتتعدل في المعادله، هترتاح طبعا. وان من واحد من علاجات الذئبه الحمراء بيكون نسبه الكورتيزون، ان الدكاتره بيمشوها على لونج اكتنج كورتيزون لمده طويله، فهو برضو بيؤدي ان السمنه بتزيد طبعا. تمام. هنا هو انا هقسم على حسب ما هي في انهي نوع وانهي تقسيمه للسمنه. تمام. احنا قلنا هي تقريبا هتبقى من 30 ل 35 هتبقى النوع الاولاني من السمنة. هنا هو ده بيتعالج بالدايت وبالاجهزه. تمام. نكمل بس بعد ما نسمع طه عايز يكلم حضرتك من اسوان. استاذ طه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور. ازاي حضرتك يا استاذ طه؟ كل سنه وحضرتك طيب واهل اسوان طيبين. الله يبارك فيك. دلوقتي معانا طفل عنده حسب 12 سنه، في احمرار في عينه وشويه وسخن، السخانه بتروح تعجي منه. وبيكح شويه بس مش عارفين يعني، وحللنا له وقالوا ما فيش عنده حاجه يعني دي ولا دي. طيب بص يعني انا طبعا السؤال ده واضح انه ليا ما دام مش علاج طبيعي، انا هقول لك بسرعه كده سنه كام احنا قلنا؟ عنده سنه 12 سنه. 12 سنه، هنعمل حاجه اسمها سي ار بي لو معاك قلم او يكتبه بسرعه، هنعمل حاجه اسمها السي ار بي والاس في الريتين، دول الدلائل الالتهابيه وصوره دم كامله، كفايه قوي بالنسبه لي الاس في الريتين والسي ار بي وصوره الدم الكامله، وحضرتك تتواصل مع القناه او معايا وهقول لحضرتك ايه نعمل تاني. بس احنا دايما خد القاعده دي عشان نرجع تاني للاستاذ دكتور احمد سمير ضيفنا المحترم في الحلقه دي. حضرتك اي حد الايام دي يجي له برد يتعامل على انها كورونا، مش بنفول في وشه، يعني يلبس الولد كمامه ويخليه يحافظ على نفسه، ينام ساعات كويسه. واحنا قلنا كورونا 14 يوم وبتخلص، 14 يوم وبتخلص، فاحنا بنلبس الكمامه وناخد احتياطاتنا. اي حد عدت عليه 14 يوم وما ماتش، وانا مسؤول اهو بقولها، اي حد عدت عليه 14 يوم وما حصلوش حاجه وكانت دي كورونا، خلاص عدت انتهت على خير، مبروك. فاعمل التحليل اللي انا بقولها اللي انا قلتها لحضرتك، وارجع اتصل بيا تاني على الارقام اللي موجوده على الشاشه هيوصلوك بيها على طول. دكتور احمد نكمل بالنسبه لاختنا نجلاء. انا بشكرك طبعا على التواصل. اختنا نجلاء انا هتكلم فيها في علاجها عن طريق الدايت زائد علاج بالاجهزه. اوكي. بس انا بصراحه كانت نقطه السكر عايز اكملها يا دكتور بعد اذن حضرتك. احنا عرفنا ان التهاب الاعصاب الطرفيه هو تاثير حسي على العصب بالم، بتنميل، بفقدان احساس. تمام. بجرح. فاحنا المفروض ان احنا عايزين نرجع ان احنا نحس بالعصب تاني. تمام.
والتأثير الثاني بتاع السكر هو بيأثر على قوة العضلات. تمام. بيجي العيان يحس ان هو مش قادر يطلع سلم، لان احنا قلنا حركه واحساس. تمام. دي حركه. تمام. يجي طالع سلم مش قادر، طالع رصيف مش قادر، ياثر كمان معاه على الاتزان. علاج التهاب الاعصاب الطرفيه بيبقى نسبه منه، نسبه 30% بتبقى على الادويه، ونسبه 70% على العلاج الطبيعي بس طبعا بشكل معين. وابونا في الموضوع ده السكر. تمام. تمام. لو ظبطنا السكر هو اللي هيظبط لي التهاب الاعصاب الطرفيه ويحافظ لي على العلاج اللي حصل. صح. تمام. صح. هنا هو بقى علاج التهاب الاعصاب الطرفيه بالنسبه للعلاج الطبيعي بيبقى علاج خاص. تمام. بيبقى عباره عن اجهزه تزود الدوره الدمويه في المايكرو سيركيوليشن، الاوعيه الدمويه الدقيقه. تمام. قبل ما يوصل للاوعيه الدمويه الكبيره، قبل ما يكون محتاج قسطره. تمام. تمام. بيبقى عبارة عن أجهزة تضيع التورم اللي موجود، ترجع مرونة الأوردة، أجهزة تشيل الألم اللي موجود في رجله، أجهزة تقوي العضلات، وأجهزة ترجع الإحساس، وأجهزة بعديها كمان إن أنا أوصل العيان إن هو يمشي على لايف ستايل معين. ومعايا دكتور السكر، حافظ على السكر، يبقى أنت بقيت مظبوط طول عمرك. انا هنا بخاف من التهاب الاعصاب الطرفيه. لو المرضى بتخاف من الكانسر انه يفقدك جزء من جسمك، فالتهاب الاعصاب الطرفيه ممكن يفقدني رجلي. صح. اللي انا بمشي عليها. صح. عشان كده هو تاثيره بيبقى اكتر، لان الرجل انا بستخدمها. تمام. اما الايد ساعات ممكن عيانين بتوصل لمرحله مش قادره تمسك كوبايه ولا يشرب بمعلقه. فارجو ان المرضى تاخد بالها من التهاب الاعصاب الطرفيه، وده واحد من مضاعفات برضو السمنه. تمام. السمنه ادت لي الى مضاعفات كتير جدا، ادت لي لزياده الكوليسترول في الدم، ادت لي لزياده الضغط، لا حصر لها. بنسميها ام الامراض. ام الامراض ومرض الامراض. تمام. وهي زادت كمان في الغرب اكتر من عندنا. صحيح. بسبب الفاست فود. صحيح. الكارثه الكبيره. صحيح. تمام. اللي الجيل اللي طالع هو اللي هو الهمبرجر والكوكدور والديني كذا، مش عايزين اقول اسماء، بس يعني الوجبات السهله المعده بسرعه كده دي بوظت الدنيا حتى في امريكا. انت عارف انه في امريكا دلوقتي في اصوات تتعالى انه ازاي الشعب الامريكي من اعلى نسب السمنه في العالم يعني. تمام. تمام. نرجع لالتهاب الاعصاب برضو، لان الموضوع مهم. وانا بقول لك انا في عيادتي فعلا يا دكتور احمد بشوف عيانين التهاب الاعصاب ده مؤرقهم، ما بيناموش، هم جايين للعياده اصلا التهاب اعصاب طرفيه. يعني هو جاي اصلا كلمته واحده، انا ما بنامش بالليل. فيضطر الدكتور يديله تيجرتول بتاع الصرع علشان ايه؟ يهده فينام. فالعيان يسالني هو انا ما عنديش صرع، طب هو الدكتور مديني ليه دواء صرع؟ هو مش عارف ان الدكتور مديه دواء صرع علشان يتحمل الالم ده، عشان ما يحسوش فيتهد وينام. دايما اقول له الكلمه دي، الدواء ده بيخلي الواحد يتهد فينام، لانه شكواه الاساسيه يا دكتور احمد عيان ده ما بينامش. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت، اول حاجه نعملها ظبط سكرك، ظبط سكرك واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، عشان دكتور العلاج الطبيعي بعد كده يقدر يظبطك بالاجهزة اللي عنده ويوقف العصب عند الدرجة اللي قالها. هي دي المنظومة الصحية اللي صح، وبعدها يمشي على لايف ستايل مختلف. تمام. في الاكل وفي مشيه وفي تدريباته وفي حياته اليومية، عشان يبقى في احسن حال ودايما في احسن صحة. تمام. انا في رأيي ان مرض السكر مرض اتعايش معاه بشكل، لو انا اهتميت بيه انا يعني يا دكتور اقول ايه، لا انا ههون ولا ههون، لا بالنون ولا باللام. ده حقيقي. تمام. لازم احترم السكر. صحيح. تمام. واول احترام ليا ليه ان انا لازم اتابع مع دكتور سكر. صحيح. ارجو يا جماعه بلاش واحد يسمع كلام واحد صاحبه، خد لك دواء دايماكرون ولا خد لك جلوكوفاج ودي هتمشي. لا، ده لازم دكتور سكر. صحيح. ولازم تزوره. تمام. صحيح. مش مره واحده شفت دكتور السكر امتى؟ من اربع سنين. يا عم من اربع سنين. ما هو بعد كده بيجي للدكتور تاني وخلاص رجله هتتقطع لا قدر الله، او عنده المشاكل الكبيره دي. او جاي احنا مقدرين الحاله الاقتصاديه للناس، لدرجه بعض الناس انا بقول لها صدقني يا دكتور احمد، بقول له خلاص خلي الاستشاره المره الجايه مجانا واللي وراها مجانا. يعني تعال لي ثلاث مرات مجانا، بس ارجوك لمصلحتك تعالى، ما تخليش الماده هي اللي منعاك انك تتابع معايا. انا هنا اقول للمرضى ان الماده لو انا دلوقتي وفرت بعدين
ان انا رجلي اتصابت كده، هدفع 10 امثالها وفاقد رجلي لا قدر الله. تمام. فلا يعني نصارح الناس احسن يا دكتور، ان هو طيب. يتابع احسن. نعم معانا الاستاذ محمد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ محمد، اهلا وسهلا. بتكلم منين؟ انا بتكلم من المنوفيه يا دكتور. منصوره؟ من المنوفيه. المنوفيه، اهلا وسهلا يا حبيبي، اتفضل. ازي صحتك؟ الله يخليك يا دكتور، كل عام بخير. وحضرتك بخير واهل المنوفيه جميعا يا حبيبي، اتفضل. كان عندي مرض السكر بقاله فتره جامده. ماشي. وحضرتك جيت بعمل تبع الحمله بتاع الكوره، الحمله اللي هي 100 مليون دي. المهم بطلت برشام لوحدي، كنت باخد اللي هو امريل 3. وحضرتك جسمي راح مريح مره واحده. ماشي. جسمي خس وتعب في العين وتعب في المعده. وهل ترى السكر بيأثر على العين وعلى المعده؟ طبعا على كل حاجه. انا شايف الدكتور احمد سمير بيهز راسه معايا بالظبط اهو، بيقول لك بيأثر على كل ده. ما انا متابع حضرتك وبتفرج على حضرتك، عشان كده رنيت عليك، لان انت راجل محترم حبيبي وضيفك محترم دكتور احمد الصراحه. حبيبي ربنا يخليك، واحنا في خدمتك والله. واي حد غير قادر يجي لنا العياده مجانا، انا بقولها اهو، اي حد غير قادر احنا تحت امره يعني. وانا دايما بقول عياداتي، وحتى بستأذن القناه دايما بقول العيادات، علشان اي حد غير قادر لو نورني انا هشيله على دماغي واظبط له السكر. وطي التلفزيون واسمعني من التليفون بعد اذنك. دايما بقول مكاني في عماره النصر ميدان الجيزه، اي حد غير قادر ينورني. عماره النصر ميدان الجيزه بجوار بنك مصر. اي حد غير قادر، اللي قادر يدفع يدفع، اللي مش قادر يدفع انا على راسي والله. وكفايه ان احنا هنقدر نظبط السكر لحد وناخد هذا الثواب يعني. فانا بدعوك من المنوفيه تنورني، وهكشف عليك مجانا يا اخ محمد من المنوفيه، واعتبر دي دعوه للكشف مجانا عندي في العياده، سواء جتني في 84 شارع المنيل او جتني في ميدان الجيزه عماره النصر بجوار بنك مصر. هتقول الدكتور حسين الشورى، هتوصل لي وهكشف عليك مجانا. الف سلامه. نرجع بقى للموضوع المهم جدا جدا جدا، وهو التهاب الاعصاب الطرفيه. لان حضرتك يعني من القلائل في مصر الحقيقه اللي بيعالجوا التهاب الاعصاب الطرفيه من العلاج الطبيعي زمايلنا بطريقه صحيحه ورائعه يعني. اتفضل. الحمد لله. اولا انا بنصح المريض اللي اتصل، انت لازم تبادر باسرع وقت ممكن ان حضرتك تتعالج. واضح ان السكر عنده مش مظبوط بشكل كبير. تمام. طبعاً. السكر تاثيره على كل انحاء الجسم، من اول العين، الاسنان، الاطراف، الكلى، تمام، القلب، المخ، ده بيعمل جلطه في المخ، الضعف الجنس، شلل الجنس، كل حاجة. من شعر الراس. انا بقول لحضرتك والله عندنا في الكليه لما استاذ يسال طالب قول لي مضاعفات السكر، اللي يخليه ياخد الدرجه النهائيه انه يساله حضرتك ابدا من شعر الراس ولا ضفر الرجل، يعني من فوق ولا تحت، عشان هيقول كل حاجه. هيقول الجلد، حتى الجلد، مرورا بالعين، بالحاجب، بالانف، بالنفس، بريحه انا عايز اقول كل حاجه، كل حاجه، بالودن، كل السكر بيأثر بالكتف. انا مش عايز اسيب حاجه يعني بيعمل حاجه اسمها فروزن شولدر، انتوا بتشوفوها اللي هو الكتف المتجمد. أيوة. حدوته تلاقي العيان اول مساله اقول له انت مش قادر ترفع ايدك لفوق، يقول لي والله انت عرفت ازاي. ما هو تقريبا يا دكتور بيبقى عنده التهاب اعصاب طرفيه مع الكتف المتجمد، الفروزن شولدر، مع عينه اللي بايظه في وقت واحد. صحيح. اسنانه هتلاقيها كلها واقعه، مع انه لو احترم السكر، مش عايزين نخوف الناس، هيفضل العمر كله. ولذلك انا دايما اقول السكر زي السمنه، يا كل الامراض يا لا امراض. يعني السكر لو اتظبط، ولذلك انت قلت كلمه جميله النهارده عجبتني، وكنت بفكر اسميها عنوان لكل مراكز السكر بتاعتي، احترم السكر. كنت عايز اكتب كده العنوان، مركز اسمه ايه؟ احترم السكر. مركز حضرتك ايه؟ احترم السكر في ميدان الجيزه، احترم السكر في المانيا. كنت عايز اقول كده علشان اوصل رساله للناس اللي حضرتك قلتها. احترمت السكر، خلاص احترمت بقى، مشي معاك مظبوط. صح. وان السمنه يا جماعه هي اكتر حاجه بتعلي نسبه الاصابه بالسكر، بالضغط، بالامراض الكتيره قوي. الوفيات سبب مباشر في الوفيات السمنه. احنا لسه بنقول موربيديتي ومورتاليتي. دلوقتي يا دكتور عايز اقسم لهم الموضوع ببساطه، ان السمنه احنا اتفقنا ان احنا هنمشي بالبادي ماس اندكس اللي هو معدل كتله الجسم، واتفقنا من 18 ل 25 نورم، من 25 ل 30 ده زايد.
من 30 ل 35 ده رقم 1 تايب 1، من 35 ل 40 تايب 2، فوق 40 ده موربيديتي عالي قوي، وده يعني بيبقى مينلي ان هو بيروح للجراحه سواء البالونه او سواء التكميم. وانا في رايي فيها ان البالونه بتكون افضل لان هي امنه وسيفتي جدا. تمام. عندنا كمان تغيير البصر يعني في الجراحه، في البالونه البالونه عشان برضو نفرق بين الثلاثه للساده المشاهدين، انه حد يتحط له بالونه في المعده 6 شهور مثلا فيتعود على نمط غذائي معين، وبعد 6 شهور نطلع البالونه دي وخلاص تتشال. الحاجه الثانيه اللي هي زي ما حضرتك قلت اللي سميها سليف احنا، اللي هي تكميم المعده. الحاجه الثالثه اللي هي الباي باس، بنلغي المعده خالص والاكل بيروح على طول على الامعاء، ودي كل واحده منهم لها مزايا ولها عيوب. هنعمل حلقه ان شاء الله مره مع الدكتور احمد سمير. قول لي الاجهزه بقى، ازاي بتساعد الاجهزه في التهاب الاعصاب الطرفيه في علاجها؟ الاجهزه فندم، اولا انا بعالج التهاب الاعصاب الطرفيه باجهزه حديثه جدا، تمام، معظمها امريكي، اوكي، يعني بشتغل بجهاز ليزر. الجهاز الليزر ده بطول موج معين، عمق اختراقه للرجل بيكون 5 سنتيمتر. ده بيشتغل ان هو بيطلع ماده النيتريك اوكسيد. ماده النيتريك اوكسيد دي اكتر ماده بتوصل الدوره الدمويه، فبيشتغل يا فندم على المايكرو سيركيوليشن فيوصل دوره دمويه، وده المينلي بتكون مشكله التهاب الاعصاب الطرفيه. المشكله الثانيه ان هو بيعاني عاده بيبقى فيه تورم في الرجل، فعشان كده بستخدم اجهزه ان انا امنع التورم اللي موجود في الرجل. والتورم ده خلي بال حضرتك يا دكتور ممكن يوصلني يبقى تجمع ليمفوديم، يتجمع السوائل والسوائل تتجمع تبقى قد كده مش قادر ينقل رجله. وهحاول ان انا اشرحها لكم فيها يعني لو استفاد لو تطرقنا ليها دلوقتي. بحط اجهزه تشيل الالم لان هو مش عارف يعيش ومش عارف ينام وحياته كلها مقلوب. وبنحط طبعا اجهزه تقوي العضلات عشان يقدر نعالج المشكله الحركيه اللي موجوده. وعادة كمان بنصلح الركبه كمان معاه، لان عادة بيبقى فيها التهاب اعصاب طرفيه مع خشون. يعني مش هنعالج الانكل من تحت ونسيب الركبه، لا، بنعالج الركبه كمان عشان يقدر يتحرك ويمشي. وبنعلمه الاكسرسايز المعينه بطريقه ثابته ان هو ما ياثرش على العظم، عشان برضو يا جماعه ان في ممكن يجي لي ضربه واحده يضربني يخلي المفصل شاركو جويت، ان هو يخلي المفصل يبقى عامل زي الزجاج يفك من بعضه. فانا لما اقوي العضلات اللي حواليه بحاول ان انا امسك العظم في مكانه. تمام. فنخلي بالنا من الموضوع ده كويس قوي. هنتكلم بقى دكتور على السمنه وعلاجها. تمام. علاج السمنه، احنا لو اتفقنا ان الموربيد اوبيزيتي اللي هو ازيد من 40 ده خلاص جراحه. تمام. الباقي بقى، الباقي يا جماعه يتعالج عن طريق نظام غذائي واجهزه تساعد بقدر الامكان ان هو ينزل يخس. تمام. اولا يا دكتور ما ينفعش ان كل عيان يمشي بمزاجه على اي نظام غذائي. لان الانظمه الغذائيه بتتاثر بحاجات كتير، بعوامل كتير. اول حاجه الجندر. ده ميل، ده راجل ولا ست؟ الهرمونات مختلفه. تمام. تاني حاجه السن، فمش اي حاجه اروح ضارب على النت معايا حد. انا اسف ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور حسين. الحمد لله، بتكلمي منين؟ الو، لو سمحت يا دكتور حسين، الله يسلم معاك يا شيخ. اتفضلي يا اختي. الحديد عندي عالي 650 ومش عارفه نعمل له ايه. لا 650 دي رقم لازم تبعتي لي تقولي ايه ده، الفرتين ولا انهي حاجه من الحديد يعني؟ يعني لا، لازم تبعتي لي صوره الدم ابص فيها فاعرف. طب الهيموجلوبين عامل كام يا اختي؟ الهيموجلوبين 12. 12 والطبيعي 13؟ الهيموجلوبين 12 والحديد 650، وانا ظروفي تعبانه مش قادر نتعالج، ظروفي تعبانه خالص. طيب استاذنك برضو، احنا في برنامج روشيتا بنساعد الناس، فاستاذنك الرقم التواصل يكفشر المرض، يكفشر المرض. ربنا يشفيك يا رب، انا تحت امرك طبعا، وبرضه اشوف الحاله دي مجانا وعالجك. التلفزيون والله. لا اعالجك، اعالجك مجانا. حاضر حاضر. ربنا يرضيك من عند الله، يكفيك شر المرض. ربنا يخليك يا رب. حاضر. ربنا يكفيك شر المرض. استاذن زمايلي يدوها رقمي في الكنترول وانا ان شاء الله اتولى علاج الحاله دي مجانا. حاضر من عينيا. حاضر. الله يسترها معاك، ما تكفيكش غير المرض يا شيخ. الله يكرمك يا حبيبتي.
المرض يا رب. عيوني حاضر، عيوني ليك يا حاضر، اتفضلي. بشكرك على التواصل. طيب نرجع على علاج السمنه. تمام. اولا ما ينفعش ان عيان يختار دايت بمزاجه، لازم يتابع مع دكتور. تمام. والله لو كان يمشي لوحده ما كانوش اخترعوا حاجه اسمها تغذيه علاجيه. تمام. ده رايي. تمام. بصراحه، لان زي ما بقول يا جماعه الدايت النظام الغذائي بيفرق من عيان لعيان، والله لو اتنين داخلين مع بعض ده بياخد نظام وده بياخد نظام. تمام. لان انا بشوف الجندر، بشوف السن، ده هيستحمل ولا مش هيستحمل. هشوف اعرف شغله ايه، هعرف اللايف ستايل بتاعته ايه. تمام. هل بيعمل اكسرسايز كويسه، بيحرق كويس ولا بيحرقش كويس. اشوف الامراض اللي عنده. تمام. تمام. عنده حاجه في الغده الدرقيه، عنده امراض زي السكر، زي الضغط، الكلى، الكبد. تمام. كل ده لازم اعرفه. تمام. فيا جماعه مش كل نظام غذائي هيمشي عليه وخلاص. تمام. فالانظمه الغذائيه ينفع مع حد وما ينفعش مع حد، تبقى للحركه وتبقى لوزنه، تبقى لطبيعه شغله، تبقى للوراثه اللي في عيلته، تبقى لعوامل كتير يعني. تمام. طيب بفكركم برضو الارقام اللي على الشاشه تتواصلوا معنا بيها واحنا في انتظار اتصالاتكم، سواء حاجه عن العلاج الطبيعي والسمنه مع الدكتور احمد او حاجه عن السكر انا معاكم طبعا وفي خدمتكم. بفكركم تاني الارقام الموجوده على الشاشه، زمايلنا يثبتوها على الشاشه، اي حد عنده اي اتصال، اي استفسار، اي تساؤل عن كورونا، عن السكر، عن العلاج الطبيعي. معانا خبير في علاج التهاب الاعصاب الطرفيه، على فكره الدكتور احمد سمير من الناس المحترمه جدا في علاج التهاب الاعصاب الطرفيه، يعني دايما حينما تذكر التهاب الاعصاب الطرفيه فتلاقي دايما يذكر الدكتور احمد سمير معايا النهارده، ففرصه هو ضيفنا في الحلقه النهارده. اي اسئله عن التهاب الاعصاب الطرفيه حضراتكم تقدروا تتواصلوا معانا، اي حد عايز يظبط سكره يكلمني دلوقتي، يعني معاك الدكتور حسين الشورى ومعاك الدكتور احمد سمير. دكتور احمد نرجع نكمل تاني، احنا قلنا مش اي حد يختار انظمه الغذاء، لازم تتابعها مع دكتور. تمام. تمام. لان دي نقطه اساسيه. تمام. وما ينفعش حد عايز يخس ما يعملش دايت. تمام. يعني انا عايز اخس باجهزه كده من غير نظام غذائي، ده ما ده كلام. تمام. ما ينفعش. الاساس في النظام الغذائي على فكره انك مش تجوع. لا، الجوع ده كلمه اصلا ضاره وخطيره. صحيح. ان انا اجوع العيان فانا جوعته لفتره، ما بعد كده بقى مشتاق قوي للاكل فهياكل بزياده. تمام. والجوع كمان الجسم ربنا سبحانه وتعالى خلقه بحاجه اسمها ديفنسيف ميكانيزم، خطه دفاعيه. ان هو لما بيمنع كل حاجه من بره، تمام، الجسم تخيل يا دكتور ان هو بيقفل على دهونه. لان هو دخل في حاجه اسمها ستارفيشن، كانه داخل على مجاعه. فخايف. بيسموها ستارفيشن على فكره بنفس الاسم يا دكتور، مجاعه. معايا ام محمد، السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. اتفضلي يا بنت، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا بشتكي من ارق نوم من 2010. وعندي دلوقتي بيحصل لي تنميل وتقريص وحرقان في دمي، وعندي من قفاه من ورا كده لحد كعب رجلي بيبقى عندي حرقان في فقرات ظهري وفي رجليا من ورا، وفي اكلات لما باكلها بيحصل لي تقرص وحرقان في الدم بتاع رجليا، ودايما اطراف رجليا وده بيسقعوا. تمام. في سكر ولا مفيش يا حاجه؟ لا مفيش سكر، بس عندي ارق نوم من 2010 تقريبا بيروح ويجي. اخبار الغده ايه؟ الغده حللتي غده تي اس اتش وتي 3 وتي 4؟ ما حللتش الغده. طيب احنا وزننا تقيل، ممكن يكون عامل ضغط على الفقرات فعامل الحكايه دي؟ عامل ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك وزنك تقيل ولا وزننا خفيف؟ عشان لا وزني مظبوط، انا كنت عامله رجيم وجسمي مظبوط، مش يعني انا طولي 160 وزني 78. 78 يعني بتكلم برضو في لسه شويه، بتكلم في 18 كيلو زياده. انا ممكن انزل عادي لان الرجيم ده مش مشكله عندي يعني. بس احنا زايدين دلوقتي 18 كيلو، لازم تحط بالك لانك بتقول انا بالظبط يعني. لا احنا تقريبا زايدين في حدود 18 كيلو ان لم يكن اكثر، يعني في الحسبه البسيطه. في وجع في كتفك؟ في وجع في رقبتي من ورا، في بعد رقبتي كده، في الفقرات، في بعد الفقرات نازله كده لحد اخر ظهري، في برضه في نفس العمود الفقري برضه وجع. ما دام الرجل يبقى في فقرات ظهر. دايما عندي شد عضل في رجليا. شد عضل، عملت اشعه مقطعيه ولا حاجه على الفقرات؟ لا ما عملتش. محدش طلب منه والله، بس مش مع كام دكتور محدش طلب. بص يا فندم، حضرتك يعني بنسبه كبيره عندك مشكله في الفقرات، لان هي طالما التاثير على الدراع ككل يا دكتور يبقى دي حاجه في الفقرات بتاعت الرقبه او الفقرات العنقيه او الفقرات بتاعت الظهر.
ده مينلي يعني. فلازم تعمل اشعه مقطعيه على الظهر ككل هتحدد فين تقريبا وده غضروف. تمام. احنا على فكره الحالات اللي تبع البرنامج في الغالب بنتبناها ونعالجها ونشوفها يعني، ده واحد ان شاء الله. فانا بستاذنك بس خدي رقمي برضو من البرنامج، وانا والدكتور احمد هنتابع الحاله دي ونشوفها ان شاء الله وما فيش مشاكل خالص. يا دكتور طب والحران والطارس اللي بيحصل لي لما باكل اكلات معينه؟ ما ممكن تكون دي حساسيه بقى من انواع معينه. خليكي ناصحه واكتبي الاكله اللي معاها جه الموضوع ده مره في مره، هتلاقي نفسك في كام نوع من الطعام بس هما اللي عاملين القصه دي. ومش عايز اقفل الباب على ده، احنا لسه حكينا على الغده وقلنا الغده تعمل حاجات قريبه من كده، وطلبنا منك التي اس اتش والتي 3 والتي 4 دي انواع تحاليل، اعمليها في المعمل وابعتيها لنا. كمان اعملها اشعه مقطعيه على الفقرات الرقبه زي ما قلنا، هي اللي هتوجع الدراع والكتف، والظهر هو اللي هيوجع الرجلين. دايما الالم في الكتف او الدراعين جاي من الرقبه، ودايما الالم اللي جاي تحت في الفخده او في الرجل او في الجزء الاسفل من الجسم ده جاي من فقرات الظهر. فنعمل اشعه مقطعيه ونرجع نكلم حضرتك، علشان لو بعد ده كله تبقى جزء فيه التهاب في الاعصاب الطرفيه، طبعا الدكتور احمد سمير هيتابعك بالاجهزه اللي هو اتكلمنا عنها النهارده. وزي ما بقول كل اللي بيتصلوا في حلقاتي انا بشوفهم مجانا، كل اللي بيتصلوا في الحلقات ويقول لي انا هشوف الحلقه كذا، انا بتبرع ان انا اشوف الحالات دي مجانا. وبقول دايما مراكزي مفتوحه لكم، وحكينا ان احنا عندنا مركز في شارع العشرين فيصل ناحيه صفه اللبن، ده موجود برضو بشوف الحالات فيه بالمجان ان شاء الله لاي حد غير قادر. نرجع انا بشكرك طبعا على اتصالك. نرجع إيه؟ انا في نقطه دكتور برضو، ايه منين العيان عارف انه ما عندوش سكر؟ تمام، عيانين كتير قوي بتيجي اسالهم عندك سكر؟ لا ما عنديش سكر. تحلل يطلع عندك تحلل لا التراكمي بتاعه 11 12 بعدين يقول لك كلمه برضو ابويا جاله سكر على كبر. كلمه على كبر دي العيان بيبقى لازق فيها وكأن ايه مش هيجينا انا غير على كبر. فاهم معايا القصه هو دي؟ هو اصلا الناس برضو تبقى عارفه ان السكر برضو من ده جزء منه كبير وراس. تمام. فيا ريت ما نقولش انا ما عنديش سكر من غير محلل يعني، وبالذات التراكمي. بالذات ايه بقى يا دكتور؟ انه ساعات كتيره النوع الثاني من السكر، مش النوع الاولاني اللي بيتعالج بالانسولين، لا النوع الثاني بيجي اصلا بمضاعفات. يعني ايه مضاعفات؟ يعني اللي هي بتقوله زي ما حضرتك برضو قلت دلوقتي. يعني ايه؟ يعني العيان يجي له عنده تنميل في ايديه ورجليه وهو عنده سكر مع الجوش فوصل لدرجه التهاب اعصاب. الحاجه الثانيه عيان يجي له وعنده مشكله في عينيه، عيان يجيني وعنده مشكله وهكذا. يعني الضغط والسكر ساعات يجوا بايه؟ بمضاعفات الضغط والسكر، ويبقى ولا تعالج ضغط ولا تعالج سكر ولا حلل ولا كشف قاس الضغط. فدي من الحاجات برضو اللي دي نقطه لازم الناس تاخد بالها منها. هرجع بقى للنقطة الأساسية اللي أنا كنت بتكلم فيها، إن إحنا نمشي على النظام الغذائي، زائد في مجموعة من الأجهزة بستخدمها وكل واحد يبقى عارف الجهاز اللي محتاجه إيه. تمام؟ أولاً عشان نبقى كلمة عامة، تمام؟ الأجهزة دي لازم يكون دكتور موديلها عالي، تمام؟ فما ينفعش حاجة صيني، أوكي؟ عشان تجيب نتيجة وإفكتيف، أوكي؟ عشان تبقى مؤثرة يا جماعة، لكن الأجهزة الصيني دي لأ مش هتجيب نتيجة، أوكي؟ هنتكلم على انواع الاجهزه اللي موجوده ومنتشره اللي بتساعد على التخسيس عموما. تمام. اول جهاز منهم اسمه الترا كافيتيشن. ده عباره عن موجات التراسونيك، موجات عاليه تمام الكثافه بتاعتها. ده فائدته الاساسيه ان هو بيفضل يكبر حجم الخليه الدهنيه لحد ما يفجرها، بمعنى ادق ان هو يسيح. تمام. وده الاساس بتاعه، ده الجهاز بتاع الالترا كافيتيشن. بيبقى ليه ملاحظات معينه، ان العيان لازم يشرب ميه قبل الجلسه بساعه، انه يشرب حوالي لتر ميه ويشرب بعد الجلسه بساعه، وبتستمر عمليه ان الدهون بتنزل معاه سواء في البول او في البراز لمده 72 ساعه بتفضل تنزل الدهون دي منه. اوكي، يبقى كده احنا ده سيحنا الدهون. تمام. في جهاز تاني اسمه ال بي جي. اوكي، جهاز ال بي جي ده بيستخدم على مناطق معينه، اللي هو يعني مثلا بعد الولاده بتبقى المنطقه اللي تحت اسفل البطن. في ناس بتشتكي ان بيبقى عنده زي كذا بطن، لو نتخيل مش لام بتاع الكاوتش. هو بالظبط المنظر ده. جهاز ال بي جي ده بيفتح المسام، بيضغط على الخلايا الدهنيه، بيحولها من الكتله الصلبه الى حاله سائله، فبتبقى اسهل عليا ان انا اتصرف فيها.
تمام. في جهاز تاني برضو عادي اسمه راديو فريكوانسي. الجهاز دوت بيعمل على شد الترهلات، يشد الجلد تمام، وخاصة بعد الولادة. أوكي. بيزود نسبة الكولاجين، بيساعد ان بعد ما بيخس ان هو يشد الجلد. وفي بقى جهاز حديث جدا لسه نازل اسمه الهايفو. انا بقى بصراحة ده احلى حاجة انا بحبها. الجهاز دوت انا بسميه ساحر. جميل بجد، لان نتائجه في ساعتها. دي احلى حاجة، النتيجة في ساعتها، مش هقولك 48 ساعة ولا 72 ساعة. الهايفو عبارة عن ايه؟ باختصار كده تعريفه هو هاي انتنستي فوكس الترا ساوند. هو الترا ساوند عالي جد تمام. فايدته ايه؟ ان هو الجهاز دوت بيعمل اعادة ترتيب للخلايا الدهنية تمام. بيسيحها ازاي؟ لو تخيلنا مثلا قالب الزبدة بيبقى مربع تمام، لما بنشتغل بالهايفو عليه اوكي بيبقى مسطح، فعشان كده التأثير بيبان في ساعتها. ثانيا آمن. العيان ما بيحتاجش منه غير جلسة أو اتنين على الأكثر لمدة 6 شهور. أوكي. الجلسة بتكون ساعة، ملوش أي أضرار، ما بستخدمش جراحة تمام. بيزود الكولاجين، بيشد الجلد، بيشيل التعب والسهر اللي تحت العين. فهو الجهاز ده هايل. اوكي. ده تقريبا يعني بيساعد قوي دكاتره التجميل ان هم يوصلوا للبيست، للنتيجه. صحيح، هو شائع جلديه اكتر يعني، انا شفته مع ناس بتوع جلديه كمان اكتر يعني. استخدامه دلوقتي يعني لازم نجيب جهاز طبعا موديل عالي، ماركه كويسه، هجيب النتيجه حلوه قوي. تمام تمام. فالهايفو ده جميل جدا. نعم. معانا مدام سلوى، معلش يا دكتور ونكمل. مدام سلوى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم، تكلمي منين؟ أنا بتكلم من المنوفية. من المنوفية، أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي. بقول لحضرتك أنا حامل ماشية في الشهر السابع، وبقوم من النوم ألاقي رجلي مورمة ووشي مورم، وحللت طبعا مع دكتور أمراض نساء يعني، وحللت الأنيميا لقيتها 8 من 10. لا تلاقيها 8 بس، مش 8 من 10. يعني الانيميا طالعه 8 الهيموجلوبين ولا ايه؟ ما فيش 8 من 10، في 8. اه 8. اه مش كده؟ طيب. وجهاز الضغط كان واطي برضه، ممكن دخل. الورم يكون من الضغط؟ لا الورم ما يبقاش من الضغط، الورم يبقى من اكتر من حاجه، منهم لو عندك الاول نطمن ان الكبد كويس، لانه الكبد من الحاجات اللي تورم الرجل، وان الكلى كويسه دي بتورم الرجل، ومن الحاجات التانيه سوء التغذيه قوي تورم الرجل، وطبعا دوالي الساقين تورم الرجل، وطبعا اي مشاكل في الغدد الليمفاويه او اوعيه الليمفاويه اللي هي الليمفديما اللي بنحكي عليها مع الدكتور احمد. بس لو كانت ليمفديما يعني بعد ما نستبعد انها قلب، لان القلب اكتر بيبقى في الرجل الشمال رجل واحده، القلب اكتر رجل واحده، الكلى رجلين، الكبد رجلين، يعني بيبقى ماسك الرجلين اكتر من حاجه زي ما بقول. لكن لازم نستبعد الاول نطمن انه القلب سليم، ندخل بعد كده على الكبد، الكبد سليم، ندخل بعد كده على الكلى، الكلى سليمة، ندخل بعد كده على التغذية ان الدنيا كويسة، ثم ندور بقى على تخصص الدكتور احمد اللي هو الليمفيديما او مشاكل في الجهاز الليمفاوي. اي انسداد في الجهاز الليمفاوي بيؤدي الى تورم الرجلين. ان شاء الله هنعمل مرة حلقة. احنا ممكن نديهم بريف كده ان الناس ازاي تعرف تفرق وتفهم يعني ايه الليمفوديما، عشان تمام. ملاحظ ان التليفونات كلها بتبقى من المحافظات. اوكي. الليمفوديما هي عباره عن حاجه اسمها تورم ليمفاوي. تمام. تورم يعني تورم، ليمفاوي دي يعني تجمع للسائل الليمفاوي. تمام. السائل ده يا فندم هو اللي بتخرجه خلايا الجسم نفسها. السائل ده لو احنا طلعناه تشريحيا بيبقى عامل زي اللبن بالظبط في لونه تمام، والخصائص بتاعته، ان انا لو سبته فتره هيكتل، هيبقى عامل زي السمنه كده بالظبط. تمام. التورم الليمفاوي في المحافظات بالذات يا دكتور في الجيزه والشرقيه وبقيه المحافظات منتشر بسبب الناموسه بتاعه الفيلاريا. تمام. الناموسه دي بتقرص عيان خلاص، بعدين تروح رايحه قرصه واحد سليم، تسيب البويضات بتاعتها بعد فتره ممكن تمتد لسنتين. تمام.
البويضات دي بتسد الاوعيه الليمفاويه. ايه هي الاوعيه الليمفاويه عشان الناس تفهمها؟ دي غير الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه بيجري فيها دم. الثانيه صرف. الثانيه صرف. تمام. دي عباره عن اوعيه رفيعه قوي ومتشابكه جدا. تمام. عشان كده الجراحه فيها صعب. ماشيه تحت الجلد مباشره، هي دي اللي بتصرف السائل الليمفاوي. طيب العيان يعرف منين ان ده سائل ليمفاوي؟ اولا او هو ان هو مريض من بمرض التورم الليمفاوي، ان هي ليها مراحل. تمام. اول مرحله ان هو رجليه بيبقى فيها، او سواء المنطقه اللي اتصابت، لو تخيلنا انها الرجل مثلا، رجليه بيبقى فيها قلق او وجع مش عارف سببه، دي اول حاجه، مفيش ورم لسه. بعدين يجي ورم يرتاح، يرفع رجله الورم يروح، بعدين الورم ده يتحول الى كتل، وساعتها الورم عمره ما هيتصرف. تمام. هو عباره عن الورم عمال يزيد وخلاص ويتحجر. تمام. لدرجه ان انا بشوف عينين بعد كده الجلد بيبتدي يفتح ان هو عايز يخرج السائل المخزون ده. تمام. فده اعراضه. فلو العيان عرف وشاف الاعراض دي طبعا يا دكتور احمد دلوقتي بيقول نوع من انواع او من اسباب تورم الكعبي او يعني الرجلين، انا بقصد قصبة الرجل عشان هي برضو الاغلب بيبقى قصبة الرجل او السمانة، يعني الجزء ده اللي احنا بنقول عادة فيه. بيبقى شكله حلقي من تحت، بتبتدي بحلقة كده زي الخلخال. دايرة زي أيوه. الخلخال. تمام. احنا عندنا بقى، وهو طبعا بيشرح الجزء اللي يخصه، احنا عندنا بيبقى الكبد بيفرز مادة اسمها الزلال الالبيومين، المفروض ما تقلش عن 3.5، لو قلت عن 3.5 يبقى الكبد فيه مشكلة، دي بتأتي ما بعد التليف، بيحصل تليف في الكبد، فيبقى العيان عنده القصه دي انه الكبد كسلان ما بيعملش الزلال بمعدل 3.5، فبالتالي بيبقى قليل، فبالتالي الرجل تورم. طيب لو الكبد بريء تبقى الكلى هي المسؤوله. امتى تبقى الكلى هي المسؤوله؟ لو كانت الكلى المفروض الدم بيدخل لها، يدخل للكلى دي ترمي الحاجات اللي هتترمي في البول وترجع تاني منها الزلال، فلو هي فوتت والزلال نزل في البول، عشان كده يقول لك الايه الكلى بتفوت زلال، يبقى تاني يا اما الكبد هو البريء يا اما الكلى هي البريئه يا اما واحد فيهم متهم. اذا الكبد عمل اللي عليه وفرز 3.5 البيومين يبقى الكبد براءه، ندخل على الكلى. لو الكلى ما سربتش في البول زلال، فبالتالي الزلال قل، فبالتالي الرجل ورمت، يبقى واحد فيهم هو اللي ايه. طب لو الاثنين سلام، نبص على القلب. القلب طبعا لو في مشكله، بالذات الرجل الشمال، بقول القلب دايما بيبدا بالرجل الايه، الرجل الشمال. طبعا الحاله الرابعه عشان الصوره تكتمل هي اللي حكاها الدكتور احمد دلوقتي، اللي هي حاجه في الليمف. وزي ما قلنا اذا الدم شبكه بتغذي الجسم، فالليمف شبكه بتغذي الصرف، يعني الدم يمشي يعمل اللي عايزه ويروح راجع في شبكه تانية اسمها ايه، الصرف، زي الصرف بتاع الميه بين كل اوعيه واوعيه في غدد بقى اللي هي العقد دي او الغدد الايه الليمفاويه اللي هي بتلتهب احيانا عند حضرتك، فنقول عنده حيل، حيل في خن الورك، حيل هنا اهو، حيل تحت الباط، كل دي الشبكه بتاعت الغدد الليمفاويه. انا سعيد والله ان حضرتك قلت لهم المعلومات دي كلها، ده لو العيانين والله ركزوا كل واحد كده يعرف يفرق رجليه دي ورمه من ايه. تمام. ان شاء الله هنعمل حلقات كتير مع الدكتور احمد، وزي ما بنقول الغرض كله هو الثقافه. هو بيقول دلوقتي يا بعد ما سمعنا ده، يعني انا فاكر انه عملت كتاب انا ونزلته على النت مجانا عشان ما حدش يقول برضو ان انا يعني بقوله تجاره، اسمه اعراض وامراض. حضرتك لو دخلت على جوجل بس وكتبت اعراض وامراض دكتور حسين الشورى هتلاقي الكتاب، هو اللي بيقوله الدكتور احمد وانا دلوقتي، ازاي تفرق بين اي حاجه جات لك في جسمك. صدعت يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، عينك احمرت يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، كحيت يا كذا يا كذا يا كذا، رجلك ورمت يا كذا يا كذا، زي ما شرحنا دلوقتي. فكل ده موجود ان شاء الله، واوعدكم في الحلقات القادمه من روشيتا هنعمل حلقات كتير انا ودكتور احمد وانا وزملاء اخرين ان شاء الله، لحد ما نوصل للمعلومه الطبيه، لان المعلومه تساوي حياه. انا بشكركم في ختام الحلقه على حسن المتابعه وطيب المتابعه، وبشكر الدكتور المحترم الدكتور احمد سمير استشاري العلاج الطبيعي على المعلومات القيمه الحقيقه اللي قالها النهارده، وبالذات بالذات بالذات ركزنا قوي النهارده على التهاب الاعصاب الطرفيه. والله يا جماعه لو حد عنده في البيت مريض التهاب اعصاب طرفيه وما بينامش ما بينامش ما بينامش، هيعرف قيمه الكلام اللي قاله الدكتور احمد واللي انا قلته النهارده. انا بشكرك جدا. شكرا. بشكر كل اللي شاركوا معانا في الحلقه باتصالاتهم او بمتابعتهم. بفكركم الحلقه كل يوم 3 الساعه 10 بالليل. تمنياتي لكم بالصحة والعافية.
أدمنه معي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يختمون حلقاتهم بكلمات، وأختمها بابتسامة.